بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الحضور الكريم، يسعدنا تشريف سيادتكم لنا اليوم للاحتفال بافتتاحات مشروعات تنموية جديدة في مجال الإسكان، تأتي في إطار الاحتفال بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، حيث افتتحتم سيادتكم منذ أيام قليلة عددا من مشروعات الطرق والكباري بمنطقة شرق القاهرة، بالإضافة إلى مطاري العاصمة وسفنكس الدوليين وتطوير قصر البارون، والتي تأتي ضمن العديد من المشروعات تم الانتهاء منها في مختلف المجالات في ظل استمرار حالة الاستقرار والبناء والتنمية التي تمر بها بلدنا الغالية. سيادة الرئيس، منذ توليتم سيادتكم المسؤولية وضعتم خطة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة لمصر في كافة المجالات وفق أسس علمية مدروسة لتحقيق الرخاء والازدهار للشعب المصري، ويأتي في مقدمة هذه المجالات مشروعات الإسكان وخاصة في المدن الجديدة. إن توفير وحدات سكنية ذات طابع معماري متميز ومستوى تشطيب جيد لتحقيق نقلة نوعية جديدة في مجال الإسكان بكافة مستويات تتوفر فيها جميع مقومات الحياة الكريمة التي يحتاجها المواطن المصري، هدفا حاولت الدولة جاهدة تحقيقه منذ فترة طويلة ومعادلة صعبة للتحقيق إلا برؤية شاملة وقدرة على تحدي المصاعب والعقبات، كانت من أولويات سيادتكم، حيث تطلبت خطة التنمية الشاملة للدولة إعداد تخطيط المدن الحالية وتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور لتقليل الكثافة المرورية لاستيعاب الكثافة البنائية الحالية وزيادة السكان، والمتوقع أن تصل إلى 192 مليون نسمة بحلول عام 2052، حيث كان من الضروري إنشاء تجمعات عمرانية جديدة شاملت المرافق والخدمات في كافة المحافظات طبقا للمتطلبات المختلفة. وفي إطار ذلك تبنت الدولة أضخم مشروع إسكان في تاريخ مصر لصالح الشباب ومتوسطي ومحدودي الدخل في كافة ربوع الدولة، حيث تم تخصيص مساحات مختلفة من الأراضي في جميع المحافظات لتنفيذ مشروعات الإسكان من خلال ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول إسكان بديل العشوائيات والمناطق الغير مخططة لتحقيق الاندماج مع النسيج الحضاري بإجراء دراسات عديدة بيئية واجتماعية واقتصادية لإعداد تخطيط الأراضي بالمناطق العشوائية ولتوفير الخدمات المناسبة من التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، تعتبرها الدولة حق لا يمكن التنازل عنه للمواطنين المصريين من أجل توفير حياة كريمة لقاطني تلك المناطق. ومن هنا تكاتفت أجهزة الدولة لتطوير المناطق العشوائية، حيث تم تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتطوير 79 منطقة عشوائية بتكلفة مالية 28 مليار جنيه في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية. تم الانتهاء من تنفيذ 72 منطقة وجاري تنفيذ 7 مناطق. المحور الثاني الإسكان الاجتماعي، تم تنفيذ 414 ألف وحدة سكنية بتكلفة مالية 90 مليار جنيه وجاري تنفيذ 204 ألف وحدة سكنية بتكلفة مالية 46 مليار جنيه. نفذت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة منها 160 ألف وحدة سكنية بتكلفة مالية 40 مليار جنيه في 18 محافظة. المحور الثالث الإسكان المتوسط دار مصر، تم التخطيط لتنفيذ 57 ألف وحدة سكنية بتكلفة مالية 21 مليار جنيه في 6 محافظات بإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. تم الانتهاء من تنفيذ 51 ألف وحدة سكنية بتكلفة مالية 19 مليار جنيه وجاري تنفيذ 6000 وحدة سكنية بتكلفة مالية 2 مليار جنيه.
واليوم نحتفل وبتشريف سيادتكم الانتهاء من تنفيذ 32,640 وحدة سكنية بتكلفة مالية 9.4 مليار جنيه في 7 محافظات، منهم 19,248 وحدة 19,248 وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة مالية 4.4 مليار جنيه في 4 محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، حيث تم تنفيذ 5,544 وحدة سكنية بمدينة بدر، 6,384 وحدة سكنية بحدائق أكتوبر، 2,016 وحدة سكنية بمدينة العبور، 5,304 وحدة سكنية بمدينة جمصة. كما تم الانتهاء من تنفيذ 13,392 وحدة من إسكان دار مصر بتكلفة مالية 5.5 مليار جنيه في 6 محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الأسكندرية، المنوفية، والمنيا، حيث تم تنفيذ 2,784 وحدة سكنية بمدينة العبور، 2,808 وحدة سكنية بمدينة الشروق، 4,800 وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، 1,608 وحدة سكنية بمدينة الشيخ زايد، 432 وحدة سكنية بمدينة السادات، 624 وحدة سكنية بمدينة برج العرب، و 336 وحدة سكنية بمدينة المنيا، حيث تم تنفيذ هذه المشروعات بالتنسيق الكامل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وبجهود 50 مكتب استشاري و 340 شركة وطنية مصرية متخصصة في مجال الإنشاءات، وأكثر من 250 ألف مهندس وفني وعامل للوصول بمستوى الإنشاءات والتشطيبات إلى مستوى عالي من الجودة لتحقيق حياة كريمة ومناسبة للشعب المصري. معلش يا فندم، أنا اختصرت عشان يعني اليوم كان طويل، ويعني إحنا يعني هيبقى متبقينا بقى سيادتك الافتتاحات. في نهاية كلمتي أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى القيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها المستمر وتذليل كافة المصاعب وصولا إلى إنجازات كافة المشاريع في أزمنة قياسية. وفقكم الله سيادة الرئيس ورعاكم وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.